السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أحمد رأفت زهران النهارده إن شاء الله هنشرح في الإكسل دوال الكاونت كاونت إيه والكاونت بلانك والكاونت إف والكاونت ده عندنا هنا جدول فيه ثلاث عواميد كل عمود فيه أرقام ونصوص وفراغات هستخدم أول حاجة دالة كاونت أنا هنا مثلا هاجي عايز أستخدم دالة كاونت في كذا طريقة إن أنا أستخدمها ممكن أجي على السهم ده وأجي أضغط على كونت نمبرز وبكمل التظليل لفوق وبعد كده هضغط من الكيبورد انتر هلاقيه جاب لي ثلاثة فهنا الكاونت زي ما شرحنا في الاول هو بيجيب لي عدد الارقام فهنا الارقام كام؟ 1 2 3 فجاب لي عددهم تلاتة او ان انا بكتب من الكيبورد بيساوي كاونت دبل كليك هيفتح لي الكوس وهحدد المجال اللي انا عايزه وبعد كده هقفل الكوس وهضغط انتر جاب لي ان هما ثلاث ارقام بالنسبه لداله كاونت ايه زي ما قلنا ان هي بتعد كل البيانات اللي موجوده فانا دلوقتي هاجي هنا هكتب يساوي كاونت ايه هضغط على كاونت ايه دبل كليك وبعد كده هحدد المجال ده بعد كده هقفل القوس وهضغط انتر من الكيبورد هيجيب لي خمسه لو جينا شفنا هنا هنلاقي ان في تلات ارقام وفي اسمين يعني هنلاقي ان هو بيجيب لي عدد البيانات المدخلة سواء كانت ارقام او نصوص ولكن ما جاب ليش الفراغات طيب بالنسبة بقى الكاونت بلانك فهو بيجيب لي الفراغات بس لو جينا جربنا نكتب يساوي كاونت بلانك نضغط على كليك وبعد كده ناخد المجال ونقفل القوس ونضغط انتر جاب لي ستة هنا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست فراغات تاني مثال عندي على أكاونت إف عندي هنا موظفين وعندي هنا دوام كل موظف بيشتغل دوام مختلف عن التاني في بيشتغلوا كلي وفي جزئي وفي عن بعد هنا عايزني أجيب في الخلية دي عدد موظفين الدوام الجزئي يعني عدد الموظفين اللي بيشتغلوا الدوام الجزئي بس. كده انا عندي معيار واحد او شرط واحد اللي هو ايه؟ نوع الدوام انه جزئي. فكل اللي انا هعمله هضغط يساوي count if الرينج زي ما قلنا اللي هو مجال المعايير اللي هو الدوام اللي هختار منه معيار الجزئي هنا هاجي اختار كده وبعد كده هثبته باف 4 وبعد كده هضغط كومة هينقل لي على الكرايتيريا اللي هو المعيار اللي أنا عايزه أنا عايز إيه المعيار أو الشرط الجزئي إن نوع الدوام يكون جزئي فآجي أختار جزئي من هنا وبعد كده هقفل القوس وهضغط إنتر هلاقي جاب لي تلات موظفين لو جينا نتأكد هنلاقي إن هنا في أهو واحد جزئي وأضغط على كنترول وهاجي هنا على برضو جزئي هنا رضوى جزئي بس مفيش جزئي تاني هما فعلا ثلاثة بس حتى هنا هنلاقي الكاونت جايب لي 3 ثالث مثال عندنا على الكاونت اف هنا اتحقق معايا معيارين لان انا عندي هنا موظفين وعندي النوع وعندي الدوام هو هنا عايز في الخليه دي اجيب عدد الموظفين الذكور للدوام الكلي يبقى عندي معيارين معيار انه لازم يكون ذكر ولازم يكون بيشتغل دوام كلي طيب انا هاجي اضغط يساوي كاونت اف الكرايتيريا رينج 1 اللي هو مجال المعايير الاول اي حاجه مش لازم يعني هي ترتيب معين ممكن اختار دي او دي نيجي هنا على النوع وبعد كده نثبت باف 4 كوما هيختار الكرايتيريا 1 اللي هو المعيار الاول انا عايزه ذكر بعد كده هضغط كوما هيجيب لي الكرايتيريا رينج 2 اللي هو مجال المعايير الثاني اللي هو نوع الدوام هختاره وبعد كده هثبت ب اف 4 وبعد كده كوما هيجيب لي كرايتيريا 2 اللي هو المعيار الثاني اللي هو عندي الكلي هاجي اضغط على كلمه كلي وبعد كده هقفل القوس وهضغط انتر هلاقي جاب لي اربع موظفين لو جينا نتاكد من الكلام ده ذكر كلي هنا اهو واحد وذكر لا ذكر كلي تاني اهو وذكر كلي ومحمد ذكر كلي هنلاقي ان عندنا اربعة بالفعل اهو جايب لي فور اتمنى ان الشرح يكون واضح ولو في حاجة مش واضحة يا ريت تكتبوا في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته